فرغ من بيان مسائل زكاة المال، ثم بعد ذلك مصنف يبين زكاة البدن، زكاة الفطرة، هذا الذي يبين. وتجب الفطرة أي زكاة الفطر، سميت بذلك لأن وجوبها به. نعم، هذا وتجب الفطرة على حر بغروب ليلة فطر عمن تلزمه نفقته ولو رجعية. هذا هو المتن. نعم، تجب الفطرة، الفطرة معناه زكاة الفطر، تسمى هكذا الفطرة أو زكاة الفطر. وكذلك سيأتي بعض الأسماء أيضا. لما سميت هكذا؟ لأنها تجب بالفطر. نعم، تجب بذلك لأن وجوبها به. ما معنى الفطر؟ سيأتي. فطر يعني معناه غروب، غروب الشمس ليلة الفطر، هذا معناه إدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال. إدراك آخر جزء من ليلة الفطر. نعم، وكذلك إدراك أول جزء من شهر شوال. فإذن هذان يعني إدراك أمرين، إدراك آخر جزء من شهر رمضان، إدراك آخر جزء من شهر رمضان، وكذلك إدراك أول جزء من شهر شوال. وهذا يسمى الفطر، الفطر يعني إدراك آخر جزء من شهر رمضان وأول جزء من شهر شوال، يقال له فطر. معناه وبذلك يفطر الصائم، الصائم يفطر من ذلك الوقت، يعني هو فرغ من الصوم الواجب في رمضان، بعد ذلك لا يجب عليه صوم، بعد ذلك يفطر من الصوم الواجب. ثم سميت بذلك لأن وجوبها به. وفرضت، متى فرضت هذه الزكاة يعني الفطر؟ كرمضان، يعني كوجوب أو فرض صوم رمضان. في ثاني سن الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، قبل عيد الفطر. عيد الفطر أيضا يسمى بالفطر لأجل هذا المعنى. ثم وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. وهذا إمام ابن اللبان قال بعدم وجوب زكاة الفطر، هذا غلط منه. لماذا؟ هنا إجماع، لذلك ينبغي أن يكون قوله غلط منه. ثم قال وكيع رضي الله عنه، هذا يبين يعني فضلا من فضائل فطر الزكاة، وكيع رضي الله عنه من التابعين، وقال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم، يعني صلاة سجدة السهو تجبر نقصان الصلاة بالترك بعض من بعضها، هكذا كذلك زكاة الفطر تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة. ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا الزكاة تطهر للصائم، تطهر الصائم من أي شيء؟ من اللغو والرفث. رفث هو الفحش والقبح، فحش الكلام، قبيح القبح الكلام، هذا هو الرفث. فإذا يطهره منهما، معناه من آثارهما، بعد ذلك يكون صافيا، وإلا يبقى أثرهما. ممكن هذا لو بقي أثرهما يمكن ألا يقبل صومه عند الله تعالى، والعياذ بالله.
نعم هذه زكاة الفطر أو الفطرة واجبة على حر على حر يجب ذكر هكذا حر فقط لم يذكر يعني مكلف حر لماذا وهذا زكاة الفطر يجب على كافر أيضا على حر ولو كان كافرا فإذن هذا الكافر الذي يجب عليه هذا زكاة الفطر عن نفسه لا يجب عن نفسه بل يجب يعني عن ممونه المسلم فإذن هذا رجل كافر ثم والده لا ولده أسلم أسلم ولده أو يعني قن تحت نعم تحته قن مسلم فإذن يجب عليه زكاة هذا المامون المسلم نعم لا يجب عن نفسه بل يجب عن مامونه المسلم لذلك لم يذكر المصنف هنا مكلف نعم حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيده عنه تلزم سيد الرقيق عمن عن الرقيق ثم تلزم السيد عن نفس السيد ذاك مسألة أخرى هنا عن الرقيق يجب على سيده ولا عن زوجته كذلك لا تجب الفطرة على الرقيق عن زوجته يعني رقيق متزوج فإذن يجب عليه نفقة الزوجة لكن لا يجب عليه فطرة الزوجة بل إن كانت أمتاً فعلى سيدها ممكن هذا الرقيق تزوج أمتاً فالفطرة واجبة على من؟ على سيد الأمت أما النفقة على الرقيق أنا من مالي من كسبه ثم لو كانت أمتاً لو كانت حرة وإلا يعني هذا زوجة الرقيق ليست أمة يعني بل حرة فعليها كما يأتي هل يجب عليها أو لا يجب عليها فيه خلاف سيأتي أنه واجب على نفسها نعم ولا على مكاتب كذلك لا يجب على مكاتب لا تلزم على رقيق ولا على مكاتب لماذا لضعف ملكه ملكه ضعيف لأجل ذلك لا يجب عليه عن نفسه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه لم تلزمه يعني لم تلزم المكاتب من ثم يعني لضعف ملكه زكاة ماله وهنا زكاة النفس البدن هذا ليست بواجبة كما لا تجب عليه زكاة ماله ولا يجب عليه نفقة أقاربه أيضا ثم والاستقلاله لم تلزم سيده عنه وهنا هل تجب زكاة الفطر عن هذا المكاتب سيده لا تجب على سيده بخلاف الرقيق غير المكاتب لماذا لأن هذا المكاتب مستقل بالتصرف وهو يملك المال أيضا لأجل ذلك لا تجب على سيده عن المكاتب فإذن عن المكاتب لا يجب على أحد نعم بغروب وهذا يبين وقت الوجوب بغروب شمس ليلة فطر من رمضان ليلة فطر من رمضان هذا كلمة من تتعلق بفطر ليلة فطر من رمضان من بمعنى عن يكون فطر أن أي شيء عن رمضان يعني عن صوم رمضان يفطر نهائيا نعم قبل ذلك غروب شمس ليلة فطر هذا فطر من رمضان يكون إفطار فطر يوميا وهذا يعني شهريا نهائيا أي بإدراك آخر جزء منه هذا هو بغروب شمس ليلة فطر فسر الغروب بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال لماذا ركب بينهما إدراك آخر جزء هو يكون يعني أول جزء من رمضان من شوال لا يكون بينهما فاصل لو أدرك أحدهما
دواما يدرك الآخر أيضا بسبب أنه ليس بينهما فاصل. ثم فلا تجب بما حدث بعد الغروب من بلد ونكاح وملك قنن وغنى وإسلام ولا تسقط بما يحدث بعده من موت وعتق وتلاق ومزيل ملك. فإذا لو أدرك هذا الغروب أيجب. فإذا لو حدث بعده شيء مثلا ولد يعني رجل ولدت له زوجته ولدا بعد الغروب ممكن بعد الغروب بلا غلط تمت الولادة أو يعني صباحا صباح يوم العيد أو يعني في وقت السحرية هكذا وبعد الاشتهاء هكذا. فإذا لا يجب في هذا الولد دو نكاح يعني نكاح تزوج نكاحه كان بعد المغرب ليلة العيد فإذا لا يجب عليه زكاة زوجته أو يعني اشترى قنا أو يعني صار غنيا كان قبله وقت الغروب فقيرا بعد ذلك ممكن أدى إليه رجلا. ثم بعده أو الإسلام يعني رجل أسلم هكذا بعد الغروب بهذا لا تجب الزكاة ذلك لا تسقط بما يحدث بعده يعني من موت مثلا هذا زوجته او الولد او يعني ممنون مثلا ابو هذا الرجل او امه هذا الرجل مات بعد الغروب فاذا لا تسقط الزكاة بل يجب عليه الزكاة. نعم. او يعني اتق رجل اعتق بعد المغرب او تألق زوجته بعد المغرب او يعني مزيل ملك مثلا هذا في عبد هو وهب هذا العبد او وقف هذا العبد وهكذا لا تسقط الزكاة ووقت ادائها مما هذا يعني وقت الوجوب وقت الاداء هذا وقت الاداء موسع لاجل ذلك بين وقت ادائها من وقت الوجوب الى غروب الشمس يوم الفطر يعني يوم من غروب الى غروب. فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه عمن يؤدي عمن تلزمه نفقته عن كل مسلم هناك يعتبر الإسلام عمن يعتبر زكاته يعتبر فيه الإسلام. فإذا في المعتي لا يعتبر الإسلام لذلك ذكرت الحر يدخل فيه الكافر تلزمه نفقته تلزمه يعني تلزم الحر نفقته نفقة كل مسلم فإذا تلزمه هذا الضمير يرجع إلى نفقته هذا الضمير يرجع إلى من من المتن عم من يعني كل مسلم بزوجة يجب على الزوج كذلك بزوجية زوجية وملك وقرابة قرابة يعني فصوله وفروعه يجب عليه حين الغروب. ثم هذا لزوم النفقة معتبر وقت الغروب لو كان وقت الغروب يلزم عليه النفقة وإلا لا يجب عليه الزكاة. مثلا وقت الغروب كانت زوجته ناشزة هي نشزت قبل الغروب ممكن في آخر أيام رمضان بعد العشر نشزت وخرجت. ثم هي رجعت مثلا صباح يوم الفطر هي رجعت. فإذا وقت الغروب لا يجب عليه الزكاة لماذا بسبب نشوزها وقتئذ. فإذا لا يجب عليه الزكاة هذه زوجة الناشزة. ماذا قرأنا؟ عمن تلزمه نفقته بزوجية أو قرابة. نعم. ملك أو قرابة حين الغروب. ثم ذكرنا أن لا تجب أن ولو رجعية. نعم.
فإذا هناك مسائل، يعني لو أخرجت زوجه زكاة زوجته أو يعني هكذا يخرج كل رجل عن ممونه، هل يحصل الممون ثواب الزكاة؟ مثلا الزوجة هل تحصل ثواب الزكاة أو الزوج فقط؟ الأبناء يحصلون أو الوصول يحصلون؟ لا يثاب عليه. ويثاب المخرج عنه أولى، فيه نظر. والأقرب الثاني هكذا ذكر الإيش إبراهيم الإسكي، لا يثاب، بل الثواب لمن؟ للمخرج فقط. المخرج عنه لا يثاب بثواب الزكاة. ثم وهنا تجب يعني الزكاة على من تلزمه نفقته، فإذا فهذا المامون لو أخرج بنفسه هل تسقط عن يعني هذا الرجل؟ مثلا الزوجة أخرجت أو القريب أخرج، مثلا الابن أو الأب أو الأم هم أخرجوا، فإذا هل يسقط عن الزوج؟ نعم يسقط. وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو قريبه للفترة عن نفسه بقتران نويره. ثم كيف أخرج؟ أي ما اقترضوا، أخذ القرض وأدى أخرج الزكاة، أو يعني هذا رجل كان يملك لأجل ذلك الزوجة من مالها ولو بغير إذنهما، لا حاجة إلى إذن الزوج والقريب، بدون الإذن أخرج الزوجة بنفسها القريب بنفسه. نعم يقول. فإذا بالنسبة إلى الأولاد، الولد الكبير من يجب عليه زكاته ونفقته؟ هنا ذكر في شرواني قال في الروض وشرحه ولا تجب على الأب فطرة، فطرة ولد له ملك له ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط، أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك. هكذا. فإذا الولد لو كان يملك قوت ليلته يومه وليلته فلا يجب على أبيه زكاة الفطرة. نعم، إما يملك بالفعل أو يقدر على كسب هذا القوت، ثم يقدر يعني مع توفر الكسب هكذا العملي اللائق به ولو صغيرا لا حاجة إلى البلوغ. فإذا في هذا الباب لا يعتبر يعني في الفروع أو في الأولاد البلوغ، بل يعتبر يعني ماذا؟ قدرة على كسب قوت يوم الفطر وليلته أو يعني ملكه هذا، فإذا تسقط كما تسقط إلى لسقوط نفقته عنه بذلك. لو كان هذا ولد صغير يملك نفقة يوم فإذا لا يجب عليه على والده هذه النفقة، أو هو يستطيع أن يكسب قادر على الكسب لا تجب على الأب هذه النفقة. وتسقط أيضا عن الولد عن الولد لعساره، وهنا هذا يملك ويقدر على ما على ليلة على قوت يوم العيد وليلته فقط، لا ليس عنده ما يفضل عن هذا القوت مقدار يخرج في الزكاة يعني ساعة، لأجل ذلك وهو معسر لا يجب عليه وعلى والديه. عبارة باعشا، فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه، بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه، وهذا كثير الوقوع فليتنبه يتنبه له. ثم وهذا الذي ليس على أصله زكاة هذا الفرع
إما لأجل قدرته أو لأجل ملكه. لو أخرج عنه أبوه تسقط الزكاة عن الولد، لا تسقط الزكاة عن الولد إلا إن أخرج الأب بإذن الولد، يجب بإذن الولد، وإلا يعني تبقى على الولد هذا زكاة. نعم، لذلك هو قال هذا كثير الوقوع، يعني بدون إذن الولد يخرج الأب، فإذن لا تسقط الزكاة بل يجب الإذن. نعم، فإذن ممكن يوجد عند الأولاد هذا 100 روبيل أو 500 روبيل هذا يهديه أحد الأقارب هكذا، فإذا يكفي هذا 500 روبيل لنفقة يومه وليلته، فإذا لا تجب على الأب الزكاة، ثم بعد ذلك يجب الزكاة إخراج الزكاة لو يخرج الأب بالإذن. نعم، ثم يقول المصنف ولو رجعية أو حاملا باينا، ثم ولو عمتا فيلزم فطرتهما كنفقتهما، ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه، بل تجب عليها. هذا زوجة ناشزة لا يجب على زوجها زكاتها، هل يجب على نفسها؟ نعم، يجب على نفسها متى إن كانت غنية هي موسرة، ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر. هذا زوج معسر لكن زوجة غنية، هل يجب عليها؟ لا يجب عليها، فلا تلزم عليه لاندفاع يساره ولا عليها، وهذا زوج ليس موسرا لذلك لا يجب عليه. هل يجب عليها؟ على الزوجة لا يجب عليها، إذن لماذا؟ لكمال تسليمها نفسها له، يعني هي يعني أكملت تسليم نفسها للزوج، لأجل ذلك لا يجب عليها الزكاة. ولا عن ولد صغير غني، هذا لا يجب على الأب زكاة عن ولد صغير هو غني. غني بأي شيء؟ كما ذكرنا بقوت يوم عيد وليلته فقط، ثم فتجب من ماله، ثم بعد ذلك لو كان يفضل شيء يخرج في الزكاة يجب في ماله، فإن أخرج الأب عنه من ماله جاز. الأب يخرج عنه من ماله يعني من مال الأبي جاز. ورجع إن نوى الرجوع، يعني عند الإخراج نوى الأب أن يأخذ من مال الإبل ابن الولد هذا مقدار الزكاة، يجوز له هذا الرجوع أيضا، لكن ينبغي أن يكون بالإذن بإذنه، سبقا بينت هذا الإخراج يجوز لو كان بإذنه. ثم وفطرة ولد الزنا على من؟ على أمه. فطرة ولد الزنا على أمه، يعني نفقته أيضا على أمه، كذلك ولد الملاعنة أيضا هكذا على الأم. نعم، ولا عن ولد كبير، هنا لقوله لا عن حرة لا تجب عن زوجة ناشزة، ولا عن حرة، ولا عن ولد صغير، ولا عن ولد كبير قادر على كسب لا يجب على الأبي. ثم ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولا عن مرتد إلا إن عاد للإسلام، لا تجب. ولا فإذا يعني المخرج عنه يعتبر فيه الإسلام. ويلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها أو أخدمها إياها، لا مجرة ومن صاحبتها ولو بإذنه على المعتمد. ثم خادم الزوجة يجب نفقة هذا الخادم على الزوج، كذلك يجب زكاته، زكاة الخادمة على من؟ على الزوج.
هنا ذكر خادمة بالتينيث، ممكن يكون خادم الزوجة يكون لها خادم خادمة ذكر وأنثى، يكون لخدمته في خارج البيت يعني للاتيان بالأمن لإهدار الأمتية وسائر حوائجها خادم في الخارج ذكر، ثم لطبخ طعامها وكذلك لخدمتها داخل البيت خادمة مؤنثة امرأة. فإذا لو كان هكذا يجب يعني هنا الخادم يطلق على الرجل والمرأة، نعم على الذكر والأنثى، أيا كان يجب على زوجها الزكاة كما يجب على زوجها زكاة الزوجة. لكن متى يجب هذا؟ إن كانت أمته أو أمتها، إن كانت أمته أمته يعني أمت الزوجي أو أمتها أو أمت الزوجة. فإذا لو كانت أمته وهذا كيف يتصور؟ بدون هذه الخدمة يجب عليه يعني على سيد هذه الأمت زكاتها. فإذا هذه الأمت إن كانت أمته، هذه الخادمة أمته المتزوجة، هذا الذي يقول أمته المتزوجة، نعم. ثم بعد ذلك أخدمها جعلها خادمة لزوجته، فيجب على الزوج نفقتها كذلك زكاتها أو أمتها، نعم. هناك ليس إشكال، إشكال يعني في عندما تكون أمته فقط أو أخدمها إياها وأخدمها، نعم هذه خادمة زوجتي أمت زوجتي، مع ذلك من أخدمها جعلها خادمة، هذا الزوج جعلها خادمة، فإذا النفقة والزكاة على الزوج لا مجرة، يعني الأمت لو كانت مستأجرة لا يجب عليها، هذا هناك يجب الأجرة، أو يعني من صاحبتها ليس هناك إخدام، بل هي جاءت يعني تسحب هذه الزوجة ثم تخدمها هكذا بسبب الصداقة، يعني مثلا هي جارة فهكذا لأجل المحبة، هل يجب عليها زكاته زكاتها؟ لا يجب على الزوج زكاة هذه الخادمة المصاحبة، نعم ولا المهاجرة المستأجرة، ولو بإذنه، ممكن هذه الصحبة بالإذن لا يجب على المعتمد. ثم وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر، هي أمت مزوجة لمعسر، فإذا يجب على السيد. وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه، هذا حرة هي غنية متزوجة لمن؟ لعبد لا عليه، لا يجب. وفيه خلاف هل يجب على الحرة أو لا تجب على الحرة، نعم. ثم ولو غنيا، الزوج العبد ممكن يكون غنيا، هذا كيف يكون العبد غنيا؟ هذا بناء على القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله، من أن العبد يملك بتمليك السيد، هكذا ممكن السيد ملكه مالا، هل يملك أو لا يملك؟ على القول الجديد لا يملك ولو ملكه سيده، لكن على القول القديم يملك، هكذا هو ملك. قال في البحر: ولو عاب الزوج فللزوجة اقتران نفقتها للضرورة لا فطرتها، لأنه المطالب. ممكن هذا زوج غاب، فإذا ليس في البلد مال الزوج، فإذا ماذا تفعل للنفقة؟ هي تقترض، ثم عندما يرجع الزوج وهو يؤدي هذا القرض هكذا تقترض، هذا الاقتراض يعني بعد إذن الحاكم، هكذا سيأتي في باب النفقة، نعم.
يكتب بعد أمري الحاكم نعم هكذا تقترض. فإذا هل هي تقترض لأداء زكاتها؟ لا تقترض. لماذا؟ لأن الزوج هو المطالب، الزوجة ليست بمطالبة. ومع ذلك في النفقة ضرورة وفي الزكاة ليست بضرورة، وهذا القرض يكون باسم الزوج، القرض ثابت في ذمة الزوج، المرأة هي التي تأخذ القرض، مع ذلك هو ثابت في ذمة الزوج لأنه هو المطالب. ولذا وكذا بعله المحتاج، يعني رجل غاب أولاده في البلد، ليس في البلد مال الأبي أو الجدي، فإذا ماذا يفعلون؟ هم محتاجون، هم يستقرضون هكذا النفقة، لا يستقرضون الزكاة. نعم. وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر. متى يجب؟ إن فضل عن قوت مامون له تلزمه مونته من نفسه وغيره يوم عيد وليلته. لو كان عنده مال فاضل زائد عن قوت مامون له تلزمه نفقته، هذا مامون من من نفسه وغيره، ذكر المامون، يدخل في المامون أولا نفس الزوج، يجب على نفسه نفقة نفسه، ثم بعد ذلك غيره، يعني زوجته أصوله فروعه هكذا مملوكه كل. وعن دين، هذا فاضل عن قوت يوم عيد وليلته. وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليها هو أو ممونه. فإذا يوم عيد وليلته، هذه الليلة متأخرة هنا كما في باب النفقة، حينما ذكرنا ليلة غروب الشمس ليلة الفطر، هناك الليلة متقدمة وهنا الليلة متأخرة. ذكر والمراد بليلة العيد المتأخرة عن يومها كما في النفقات، ولم تعتبر زيادة على يوم وليلة لعدم الضبط ما وراءها، هكذا في بشرى الكريم. نعم. اعتبر يوم عيد وليلة فقط، فإذن هنا ليلة العيد ليس ليلة العيد السابقة عند غروب الشمس. نعم. ثم هذا قوتي ماموني يوم عيد وليلته، كذلك قوت عن ملبسه أيضا، ثم في القوت والملبس ليس أي قيد، ثم بعد ذلك ومسكن وخادم يحتاج إليهما، فإذن في المسكن والخادم يعتبر الحاجة. نعم. من يحتاج هو هذا الرجل أو ممونه. نعم. فإذن في هذا الممون نفس خارج، أما في الممون المالي نفس داخل في الممون. نعم. وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا، وإن رضي صاحبه بالتأخير، يعني صاحب الدين هو يرضى بالتأخير، ومع ذلك لو كان فاضلا عن دين يجب عليه زكاة الفطر. نعم. وفي هذا خلاف كما قال، يعني كما أشار إليه، على المعتمد خلافا للمجموع، وفاقا لشيخ الإسلام ومحمد رملي خلافا للنهاية والمغني. نعم. فإذا هذا ما ذكر في المجموع رجحه أن في النهاية والمغني وعلي الشبر مجلسي وقليوبي، فهؤلاء كل يرجحون ما ذكر في المجموع، يعني لا حاجة إلى أن يكون فاضلا عن دين. مصنف كذلك شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، ابن حجر شيخه وشيخ شيخه كلاهما يرجحان هذا، يجب أن يكون فاضلا عن دين وإلا لا يجب. وهنا هذا هنا يعني في زكاة الفطر، أما في زكاة المال لا يعتبر يعني أن يكون فاضلا عن دين، الدين لا يكون مانيا في زكاة المال، وهو يكون مانيا في زكاة الفطرة فقط. نعم. ما يخرجه هذا
فاضل زاد فضلا ما يخرجه فيها بالزكاة ماذا يخرجه في الفطرة وهي صاع من غالب قوت بلده وهي أي زكاة الفطر صاع وهو أربعة أمداد والمد رتل وثلث فقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلتين هكذا حفنة يعني هكذا غرفة وهو يلم يعني الكفين ثم يغرف غرفة فهذا هو مد نعم هكذا أربعة أمداد يسع يعني كم هو الساع لتقدير الساع أيضا يعني اختلاف للعلماء الساع ستمائة واثنى عشر غرام هذا مد واحد نعم مد واحد لا 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 ستمائة لا خمسمائة وعشر غرام ثلثه يكون وزن المد خمسمائة وعشر غرامات نعم والساع يكون كيلوغرامين وأربعون يعني ملي غرام ملي غرام وأربعون غرام نعم يعني كيلوغرامين وأربعون غرام نعم هذا هو كيلوغرامين وأربعون غرام يكون ساعة نعم لكن مشكلة هناك حينما نذكر بالوزن في الحقيقة في الأصل هذا كايل ثم كيف نقول يعني بال هذا يختلف الوزن بسبب زيادة ثقل الحبوب مثلا أرز أو قمح أو يعني باقلة أو بر شعير بعضها يكون جافا وبعضها يكون ثقيلا لأجل ذلك في الكيل في الوزن يختلف لأجل ذلك يعني ينبغي الكيل نفسه ليس بالوزن أو يعني يحتاط ويزاد قدرا حتى يتأكد أنه أخرج ما يجب عليه هكذا احتياط واجب نعم بالوزن هكذا يقال لكن هناك العلماء ذكروا هكذا ثم وفي هذه الأزمنة يعني استخرج هذا المد النبوي المد النبوي يوجد في متاجر في المتاجر نعم لأجل ذلك يمكن تحصيله ثم بعد ذلك هذا يوجد في بعض المتاحف هذا يعني مد نبوي صنع في قديم الزمان من ذلك استخرج بعض الباحثين وهي أساء نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكيل الحبوب والتمر كذا كذا نعم هذا كان ثم بعد ذلك هناك يعني تطويرات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار شيئا آخر وكذلك في زمن ملك مروان صار شيئا آخر يعني تغير المقدار
ساعة أو أربعة أمداد والمدر تلن وثلث وقدره وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين عن كل واحد من غالب غط بلده ثم ماذا يخرج غالب غط بلده أي بلد المودى عنه فإذا لو كان الزوجة هندية هي في الهندي فأنا هنا فإذا لا يجوز لي أن أؤدي عنها قوت هذا البلد بل مودع عنه أين يكون هناك يجب إخراج وكذلك يجب إخراج قوت بلده بلدي المودع عنه فلا تجزي عن غالب قوته أو قوت مؤد ثم فلا تجزي من غالب قوته يعني هذا مودع عنه لا يتقوت بقوت البلد بل هو يتقوت بشيء آخر مثلا هذا قوت البلد هو الأرز فهذا المودع عنه ويتقوت بالباقلة أو بالشعير هكذا فإذا لا يكفي هذا الباقي الله والشعير بل يجب من الأرز هذا معترض قوله قوت بلده أو قوت مؤدن أو بلده كذلك لا يكفي قوت مؤدن أو قوت بلد المؤدي أيضا لا يكفي بل يجب يعني اعتبار بلد المؤدى عنه هكذا هو فإذا في احتراز قوله من غالب قوت بلده في معترضه هناك ثلاث صور إما يكون غالب قوته ليس من غالب قوت بلده أو يعني هو من قوت بلد المؤدي هذا أيضا لا يكفي أو يعني غالب قوت بلد المؤدي أيضا لا يكفي لماذا؟ لتشوف النفوس لذلك تشوف يعني هذا اندلار اشتياق النفوس لذلك يعني لقوت غالب قوت البلد ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه يجب يعني صرف الزكاة لفقراء مؤدى عنه ومن ثم معناه لتشوف النفوس يعني لتشوف مستحقي الزكاة وهم ينتظرون لأجل ذلك يجب هنا فإذا لا يجوز نقل الزكاة فإن لم يعرف كعابق ففيه آراء منها إخراجها حالا ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد وفي قول لا شيء هكذا ثلاثة آراء لماذا فهذا البلد بأي شيء يعتبر هل يعتبر بتوطنه أو إقامته لا يعتبر بتوطنه ولا بإقامته بل يعتبر حضوره عند وجوب الزكاة يعني عند غروب شمس ليلة الفطر متى يكون هذا الرجل ممكن هو في أثناء السفر صاحب غروزني هو ذهب إلى موسكو فإذا كان في موسكو وقتئذ وقت غروب الشمس فإذا يجب عليه هذا إخراج زكاته أين بموسكو يجب لماذا هذا هو بلده هنا يعتبر هذا لا يعتبر التوطن ولا يعتبر الإقامة بل يعتبر حضوره عند النقاد سبب الوجوب لأجل ذلك جاء المشكلة في العابق عابق هو مسافر لا يعلم أين هو لأجل ذلك قال إخراجها حالا يعني ليلة العيد أو يومه لأن الأصل هذا هو منها أنها لا تجب إلا إن عاد وكذلك في قوله لا شيء يعني لا يجب كلاهما ثم هل يكفي فرع لا تجب قيمة ولا معيب ولا مشوش مسوس مسوس يعني دخل فيه السوس ومبلول بلل أي إلا إن جفا وعاد لصلاحية للدخار والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول ممكن أولئك أهل البلد يقتاتون المبلول هذا لا يعتبر
إلا إن فقدوا غيره فيجوزوا. فإذا هذه لا تجوز، فإذا قيمتها أيضا لا تجوز. نعم. ثم بعد ذلك وحرم تأخيرها عن يومه أي العيد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق، هذا عذران لتأخير الزكاة، ويجب القضاء فورا لعصيانه. هكذا لو أخر يجب القضاء. ويجوز تعجيلها من أول رمضان. لماذا؟ ينقد به السبب الأول، لأجل ذلك يجوز تعجيله من أول رمضان، لكن يجب هذا المستحق الآخذ باقيا على استحقاقه عند متى؟ عند انقاد السبب الثاني، يعني عند سبب الوجوب، عند غروب شمس ليلة الفطر. نعم. ويسن ألا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك. نعم. يسن تأخيرها لاندلار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشمس، هذا اندلار والتأخير يجوز إلى أين؟ ما لم تغرب الشمس، إلى غروب الشمس لا يجوز، أو بعد غروب الشمس لا يجوز التأخير، إلى ما بعد الغروب الشمس ليس بجائز لأجل اندلار القريب أو الجار، قبله يجوز. نعم. فإذا إن شاء الله نوقف هنا. جزاك الله خير. آخر دعوانا الحمد لله. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا ما أتينا، اللهم واجعلنا مخلصين لوجهك الكريم، اللهم يسر لنا أمورنا مع رفاحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة للعافية في جيدنا وذكرتنا. اللهم ربنا آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخلق وحسن الخاتمة ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم رفع عنا هذا الوباء عن المسلمين وعن سائر خلقك أجمعين. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بخطايانا ولا تهلكنا بخطايانا وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد النبي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.